يلا فخش من الناس ناس عشية 5 ونص ديال العشية هادي يلا فخش النهار كله دا زي في الدار توحشت ندير شي فيديو في حالة ما حطيت شي فيديو عاوتاني يعني غبرت المهم كنت شكا اليوم غادي يكون هاد الفلوغ ما بقاش سخر الله في الفلوغ يعني نديرو خرجة مع الكلاب ونجيو فيها على شي موضوع زعما اللي باقي لهاد الساعة هادي ما عرفتش شنو غادي يكون الموضوع ديال الفيديو خليكم مع الفيديو مي مبدلت حوايج وخرجت على برا وندوي انا رجعت لكم عاوتاني الدراري قبيله كنت يلاه فخش من الناس وهذا باقي مغوفل وهذا الطويره بعدا هادي مدام حلومه والله ما عرفت شنو غادي نسميوها المهم نتيوا فيروشا هاي دي طلعي 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 لا طلعي ولا هنا المهم الفيديو ديال اليوم بالضبط الله ما عرفت شنو غادي نديرو فيه قبل ما نبدا بعدا مرحبا بالناس الجداد راه وصلنا دابا 4300 ابوني مرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا عندنا في لاشين مرحبا بك في القناه ديالي و الا كنتي انت جديد يلاه كتفرج فيه اول مره ما تنساش تفرج خديك ابوني لايك الى شفت الفيديو وشي كومونتير زوين كي قلت لكم في هذا الفيديو هذا ما عارفش طب شنو غادي ندير المهم الا صدعتش بهذا الشيء سكيبي تشوف شنو غادي نحطو شنو غادي يكون سكيبي سبق الفيديو تشوف شنو غادي نديرو دابا باغي ندوي معكم شي شويه والغبره وهذا المهم ما تديوش على هذا انا هاي الباب ديال الكوزينه هذاك شي شويه طويله بعدا المهم بلا ما نقطع عليكم في الهضره دابا كنتسنى واحد الدري صاحبي يجي الا ما جا غادي نزلبوه الا جا هو نقدروا نخدموا مع الكليبه ديالته عنده واحد الكليبه صغيره وين ديما بقيت غادي نخدم معاها مشات عطيتها لواحد الدري جا سقني عليها قال لك والو عطيها ليا وخداها تبنى رداها يعني نقدر نخدم مع الكليبه ديالته هو نقدروا نخدموا معاها الاسي وكلشي ندير لكم الاسي في حلقه وكلشي في حلقه نقدر نخدم شويه مع فيغاس نخدموا على ريكومبونس وشحال من حاجه بالنسبه للفيديو ديال لاطاك شحال واحد اللي كيفاش تعطلت فيه هذا بطبيعه الحال وصلنا 4000 ابوني وشكرا لكم بزاف وبغينا نوصل 5000 ابوني وبغينا نوصل حتى بيرو شخرا كتغوت وقلت لكم بغينا نوصل 5000 ابوني وبغينا نوصل 10000 ابوني ونحققوا انجازات اللي زوينين المهم نتمنى تدعموني والفيديو ديال لاطاك غادي يجي المشكل اللي لقيت ما لقيتش بنادم اللي صورني راه اللي صورني ما كاينش اما لقيت طارت ما لقيتش لي صورني نهائيا هذا هو المشكله المهم غادي نشوف لي صورني وندير لكم شي فيديو يكون موضح وواضح وبسيط على لاطاك بلا ما نكثر عليكم في الهضره خليكم تنخرجوا وشوفوا شنو غادي نخدموا في هذه الحلقه هذه وهذا الشيء اللي كاين بيس اند لوف ما تنساش لايك كومونتير وابوني يلا ان شاء الله وسكيبيو الفيديو المهم باش تشوفوا شنو كاين سكيبيو سكيبيو يلا ان شاء الله الدراري غادي نخدموها بعدو حلوه ديال الدار باش غادي نخدموها هي ديالها باينه مزيان حلوه عادي ديال الدار المهم خصك تبقى تعجبو صافي باش تعرف المكافاه اللي كتعجبك كلب الجرار معاك بارتي تعيط عليه حطها ليه قدام في مولا بالك كيتبعها وشاف يديك وغادي تحرك بحال بحال شي تيلي كوموند راه صافي عجبك فيغاس فيغاس اش زيد شوفو كي داير معاك يعني مكافأة عجبها مزيان كيفاش غادي نخدمو مع الأسي غادي تشد الماكلة ديما هو فيغاس راه عارف غنوريكم هاد الطريقة كنت باغي نخدمها مع كليبة صغيرة هنايا كاين وعلى إني شبعان هو باغي يخدم بالمكافأة كتشد المكافأة كتحط الكلب فمو كتقعدها واحد شوية الفوق حتى كيجلس وإلا كان قاسح ما بغاش يريح بهاكا كتجلس وصحة شوفو الطريقة بالمباشر فيغاس عش أجي هنا فيغاس عش بهاد الشكل هدا تيرا معايا شوية تدور بحال هكا تجي تعلمي تبعي يديك ها تبعي يديك زيدي شويه الفوق عسي العسي بعد شويه سامي فوالا هادي هي الطريقه باش تخدم هكا عسي فوالا عطيكم اذا كان داير الى ما تيبغيش يريح بهاد الطريقه هادي شنو غادي دير ليه غتعاود تجي تكونترولي هاد الطريقه في كاس سيبي طريقه بسيطه فهو قاعد على كلشي وانا ما علمتش ليه كلشي ما بغيتش يدير المهم دار هو كلشي كيتفرج طريقه بسيطه تخدم مع الاصي بهذه الطريقه هذه طريقه سهله وبسيطه ما غاديش نعاود لها باش تشوفوها مزيان اجي دابا تعاود تصور هكا اصي سيبي هذه قلتها لي بوحدو دارها غادي نعاودو هذه اصي
سي بيان فوالا، هذه هي الطريقة باش نخدموا أسيت الدراري صراحة.